من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية الصادرة لهذا الصباح. البداية ستكون مع صحيفة الأخبار. المشهد السياسي: اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطبقان فرنجية، المختلفون مسيحيا يتوحدون ضد الترشيح، وبكركي أقرب إلى الخيار الثالث. فقد أدى إشهار ثنائي أمل حزب الله دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعديل غالبية القوى السياسية لبرامج عملها. واللافت أن معارضي الترشيح من خصوم حزب الله ركنوا إلى الموقف السعودي الرافض، فيما دخل التيار الوطني الحر في مرحلة البحث عن خطة بديلة لمقاربة الملف بعد الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب. موقف الثنائي جعل مسألة ترشيح فرنجي بالغة الجدية، وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات عملية سيبدأها الفريق الداعم لفرنجي هذا الأسبوع. وقد علمت الأخبار أن الرفض الذي نقله البخاري إلى بكركي كان قد أبلغه مسبقا إلى السفيرة الفرنسية في لبنان أني غيو، علما أن السفير السعودي سيستكمل لقاءاته التي ستشمل رئيس مجلس النواب، كما يدرس إمكانية اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع الإشارة إلى أن أحدا لم يطلب موعدا حتى الآن. وقد علمت الأخبار أن البطريرك الراعي سمع من السفير السعودي اعتراضا واضحا على فرنجية، وأن الرياض ليست في وارد عقد تسوية مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس من ضمنها، غير أن الراعي تعمد عدم الدخول مع البخاري في لعبة الأسماء، لكنه بدل البقاء في مربع الصمت في انتظار إعلان بقية القوى لموقفها، تقدم خطوة أكثر في الحديث عن مواصفات يفترض توافرها في المرشح الأنسب. هذا وأكد الراعي أنه لن يكون في موقع من يرشح أحد أو يرفض ترشيح أحد، لكن المصادر أشارت إلى أن بكركي قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ موقف واضح أو أكثر وضوحا كلما تقدم النقاش، وأنه في حال استفحل الخلاف ستكون بكركي أقرب إلى فكرة الخيار الثالث. وفي هذا السياق يذكر زوار الراعي بأنه سبق أن ناقش مع سفراء من دول لقاء باريس ومع قوى لبنانية بارزة سلة أسماء تتجاوز فرنجية وعون. من صحيفة الأخبار وفي السياسة أيضا وفي الملف الرئاسي تحديدا سوف ننتقل إلى موقع الكلمة أونلاين، وحيث كتب الزميل سيمو أبو فاضل خاص باسيل: الحزب جربنا وبيعرفنا، وهذه ضمانتنا له عوضا عن فرنجية. فبعد أن رشح رئيس مجلس النواب رئيس سيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية وتبعه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، عكس هذا الإعلان انطباعا في الأوساط السياسية بأن دخول نصر الله سيؤدي بطبيعة الحال إلى حسم قرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بخصوص فرنجية، لأن ترشيح الأخير أتى صريحا وواضحا، ومن غير المقبول أن يرفض باسيل قرار حزب الله بعد قول نصر الله بأننا عندما نطرح الاسم لا نتراجع عنه. هذا الترشيح يتعاطى معه باسيل بمحاولة استيعاب لاعتباره أن قراره هو متخذ وبات محسوما بعدم تسمية فرنجية، وفيوني جربونا إذا منتراجع. فالمواقف اليومية التي يصل إليها حلفاء اتفاق مارم خايل والسقف العالي بالكلام المتبادل يدل صراحة على أن لا عودة لكل منهما عن قراره في هذا الأمر، سيما أن التيار الوطني الحر وفق أوساط محيطة بباسيل تقر بأننا والحزب شركاء ومنعرف بعضنا كتير منيح، وليست المرة الأولى التي نخوض فيها معارك، لكن في كل يوم من الخيارات المتباعدة بيننا يحسب في خانة عدم احتمال التقارب أو القبول بانتخاب فرنجية. وتجيب الأوساط المحيطة بباسيل أن المطلوب هو التفاهم على غير الذين يتم التداول بهما، أي اسم غير قائد الجيش العماد جوزيف عون والمرشح سليمان فرنجية. تجيب الأصوات المحيطة بباسيل لموقع الكلمة أونلاين بأننا لا نريد ولا نتجه لطعن المقاومة رغم خلافنا مع حزب الله، وفي حال توافرت أسماء مطمئنة لكافة القوى السياسية ومن بينها المسيحيين والثنائي فمن غير المستبعد عندها أن يكمل هذا الاتفاق. وتتمسك الأوساط المحيطة بباسيل بضرورة احترام الشريك المسلم للائحة الأسماء الرئاسية إذا ما تم التفاهم مسيحيا على بعضها، لأن هذا الاحتمال ممكن حصوله في وقت تجري اتصالات بين هذه القوى ومن بينها ما يقدم عليه المطران أنطوان أبي نجم، وعلى الشريك المسلم أن يتقبل سلة الأسماء وليس رفضها كونها
أو كونها هو من رسخ نظرية مذهبية الاستحقاقات، فإذا ما كان هناك طابع إسلامي له كانوا يتشددون بأنه ذو هوية خاصة وعلى الباقين احترامها، كذلك هم عليهم احترامنا أيضا. وتجزم الأصوات أو الأوساط بأن التيار الوطني الحر لن يدخل في خطوة ملتوية كأن يؤمن النصاب لفرنجية أو جوزيف عون، ففي قناعة باسيل فإن أي من الاثنين لن يصل إلى العبدة. والأيام تظهر صوابية كلامه بأن رئيس الجمهورية المقبل سيكون خيارا توافقيا، لأن المطلوب هو تسوية متكاملة بين كافة الفرقاء، وإلا لن تستطيع القوى بعد انتخابه إذا كان تحديا اختيار رئيس حكومة وما يتبع ذلك من خطوات دستورية. إلى صحيفة الشرق الأوسط وأجواء ما بعد تقاعد اللواء عباس إبراهيم. اللواء عباس إبراهيم للشرق الأوسط: تعدد الأجهزة الأمنية اللبنانية من زحمة الطوائف. المدير السابق للأمن العام أكد أنه سيعمل في الحقل العام مستقلا وهو لن يلتحق بأحد. فبعد خروجه من منصبه الذي دخل إليه عام 2011 يأخذ اللواء عباس إبراهيم استراحة قصيرة جدا. عروض كثيرة للعمل في الخارج وصلت إليه، بعضها مغر لكن جميل جميعها لا تغريه، فهو يرغب بالعمل السياسي في لبنان ولن يغادر هذه البلاد إلا إذا فقد الأمل. يرفض إبراهيم الإشارة بإصبعه إلى المسؤول عن فشل محاولات تمديد ولايته، لكنه يشير بطرف لسانه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاطي الذي أطلق صفارة الانطلاق الحقيقية. ويقول اللواء إبراهيم: ميقاطي كان يريد في البداية قانونا من دون سياسة، ولاحقا أصبح يريد سياسة من دون قانون، وهذا السبب الذي أوصلنا إلى هنا. رغبة إبراهيم بالعمل السياسي ليست سرا، فهو قالها في أكثر من مرة، لكنه يجزم بأنه لن يلتحق بأي فريق على الساحة السياسية. يغادر اللواء إبراهيم موقعه الأمني وهو واثق بنوعية الأمن، لكن الخوف الكبير هو من الأمن الاجتماعي. في المقابل يشير اللواء إبراهيم أيضا إلى أن هناك خلايا نائمة لتنظيمات إرهابية في لبنان، ولكن أغلبها تحت المراقبة والمتابعة، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم في هذا الأمر. من الملفات السياسية والأمنية سوف ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي تناولت في قضية اليوم وزير الاتصالات التعرفة بدولار صيرفة وإلا إلى التقنين. إذ يقول وزير الاتصالات جوني قرم أن الخيارات المتاحة هي الاستمرار في ربط تعرفة الخلوي بدولار صيرفة أو تقنين الاتصالات. هذا هو الطريق الوحيد لمعادلة إيرادات شركتي الخلوي مع نفقاتهما، وهي المعادلة التي يدفع المشتركون ثمنها من خلال تعريفات باهظة الكلفة ومربوطة بدولار صيرفة. لذا فإن التعرفة ستواصل الارتفاع كلما ازداد سعر صيرفة. ووفق ما يقول وزير الاتصالات جوني قرم للأخبار، فإنه لم يسجل أي انخفاض في عدد المشتركين بعد رفع الأسعار، لكن ثمة زيادة طفيفة في العدد تزامنا مع انخفاض استهلاك في الداتا، أي أن المشتركين خفضوا اشتراكاتهم فيما يتعلق برزمة الإنترنت. والسبب هو أن خدمة الإنترنت عبر الخلوي مرتفعة وباهظة جدا، وهذا ما يعيدنا إلى أصل المشكلة التي تكمن في أن الدولة تعاملت مع هذا القطاع باعتبارها مصدرا للإيرادات لا خدمة للأفراد والشركات، بينما تبقى الخيارات محدودة بين زيادة الأسعار أو العودة إلى التقنين. يعني هذه كانت جولة على أبرز عناوين الصحف لهذا النهار. بطبيعة الحال هناك الكثير من المواضيع التي تستحق القراءة، الكثير منها يرتبط فقط في أزمة الصيدليات والأدوية، بعضها في الملف القضائي وقانون استقلالية القضاء. الملف الرئاسي أيضا يحتل مساحة كبيرة من الصحف المحلية والعربية أيضا لهذا اليوم، فضلا عن مواضيع أخرى اجتماعية. ولكن موضوع جديد سنعود إليه بعد قليل بعد أن نتوقف مع فاصل إعلاني، وهو المشاهد التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق لحظة هبوط طائرة إحدى الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وسط إطلاق نار كثيف جدا في محيط هذا المطار. بطبيعة الحال هذا الحادث هو ليس الأول من نوعه في هذه المنطقة، وقد سجلت منذ بداية العام عدة حوادث إطلاق نار، بعدها أصاب إحدى الطائرات أو طائرتين وهما على أرض مطار رفيق الحريري
والمدير الدولي. سنوقف مع فاصل إعلاني قصير ونعود بعدها مع وزير الأشغال الدكتور علي حمية ليوضح إلينا أو لنا ما هي آخر المعطيات حول كيفية معالجة هذا الأمر البالغ الخطورة والذي يهدد مسار كل الطائرات. فاصل ونعود. مشاهدينا عدنا لمتابعة الجولة على أبرز الأخبار الصباحية والحوادث في لبنان. بطبيعة الحال ينضم إلينا وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية. صباح الخير معاليك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معاليك. يعني اليوم طبعا حضرتك وزير للأشغال العامة والنقل أنت لست مسؤول عن حماية المطار على أرض الواقع خليني أقول، ولكن من موقع المسؤولية اليوم إذا بدنا نعمل جولة كتير صغيرة بتشرين الماضي صار في حادث عندما تعرضت طائرة أثناء هبوطها لإطلاق نار، بعدها بأول كانون الثاني في طائرتين تعرضوا لإطلاق نار. امبارح أكيد ما بعرف إذا حنشوف هلأ المشاهد على الهواء، انتشر فيديو لطائرة لإحدى الطائرة ما بعرف لأي طيران تابعة أثناء هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي وسط إطلاق نار كثيف في منطقة الجناح، كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة جوية وكارثة إنسانية. عم نشوف هيدي المشاهد هلأ على الهواء. معاليك اليوم هيدا حادث صار مبارح، هذا الحادث قد يتكرر غدا في منطقة أخرى محيطة بمطار رفيق الحريري الدولي في مطار بيروت. كيف يمكن لجم محيط المطار؟ كيف يمكن تأمين الحماية الأمنية؟ اليوم بعد هذه المشاهد شو هي الإجراءات اللي أخذتوها؟ شو هي الخطوات الاستباقية لتحاشي كارثة جوية في الأيام أو في الأشهر القليلة المقبلة؟ خاصة معاليك أنه اليوم الأوضاع الأمنية لا تنذر بالخير، يعني هذه حوادث إطلاق النار صار كل ما حدا عصب من الثاني ببقوس، على العرس بنقوس وعلى العزاء عم نقوس وبالمشكلة عم نقوس وبأي شيء ثاني صار في كمية إطلاق نار مخيفة وفي تفلت أمني بهذا الموضوع. ما رح طول السؤال، شو عملتوا بهذا الحادث وشو رح تعملوا بالخطوات المقبلة؟ أول شيء موضوع المطار وأمن المطار هو له شقين. الشق الأول هو داخل سور المطار اللي هو مكلف فيه جهاز أمن المطار الذي يعمل على قدم وساق مش من اليوم، من زمان كتير وحتى اليوم وما زال مستمرا بعملية الحفاظ على الأمن داخل المطار. وأكبر دليل داخل المطار وسور المطار هو آمن إلى أبعد الحدود ويستوفي المعايير العالمية. ما يحصل هو موضوع تشرين الثاني يوم إطلاق النار تم اتخاذ إجراءات من قبل الجيش اللبناني وتم توقيف الناس اللي أطلقوا النار. الأمر بالنسبة للطائرة هي خارج سور المطار مثل ما بتعرفي، عملية إطلاق النار ليس فقط في لبنان خارج سور المطار أو بالأراضي المحيطة بالمطار، لا بل في كل بلدة وفي كل مدينة وعلى بكل ما في يعني حصل زلزال صار يتقوس إطلاق نار بالهواء. وبعدك سبقتي تفضلتي وحكيتي اللي بيخلف بيطلق نار واللي بيتجوز بيطلق نار، وحتى أنا بس عملت وزير أطلق النار. بالتالي هذا الموضوع إطلاق النار موجود وهي حالة طبعا حالة جدا مؤسفة، إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. الأمر الأساس بالنسبة للمطار قيادة الجيش اللبناني، أنا تواصلت مع قيادة الجيش قائد الجيش اللبناني مدير المخابرات وتم تسيير دوريات بهذا الموضوع. طبعا دوريات الجيش اللبناني تعمل على عدد الساعات، ولكن للأسف الشديد إشكال بين عائلتين بمنطقة الجناح أدى أنه عم يقوسوا على بعض، أدى أنه هن كمان تكون لقوسات لميلة البحر. لم يكن مستهدفا لا الطائرة ولا المطار لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو إطلاق نار بشكل عشوائي. تم اعتقال 7 أشخاص أول امبارح من قبل الجيش اللبناني، والجيش اللبناني مستمر بتواجده حول سور المطار وخصوصا في المناطق القريبة جدا من المطار. يعني مش هقولك أنا كل متر في عسكري للجيش اللبناني، بس هأجزملك أنا أنه المخابرات الجيش اللبناني موجودة بشكل كثيف جدا حول سور المطار للحفاظ على المطار، فالإجراءات الأمنية موجودة. طيب نحن عملنا اجتماع بالسراي الحكومي بوجود معالي وزير الداخلية، بطبيعة الحال كمان انتشر فيديو بالنسبة للطيور.
نحن خلينا نكون واضحين، وكان في اجتماع طبعا بطبيعة الحال نعمل اجتماع أمني بالنسبة للمطار، ولكن ما حكينا بالإعلام، قلنا لا ما هذا واجباتنا عم نعملها مع الأجهزة الأمنية بدون ما نعمل يعني نعمل بيان إعلامي حول هذا الموضوع، لا بل خلينا نروح للعملي، وهذا اللي قام فيه الجيش اللبناني وفرع المعلومات بقوى أمن الداخلي وأخدين بعين الاعتبار موضوع المطار. بالنسبة للطيور، الطيور كمان بشكل خطر، لا يقل خطر عن موضوع إطلاق النار العشوائي حول المطار. تم أخذ إجراءات، معالي وزير الداخلية حيبعث لاتحاد البلديات بضاحية بيروت الجنوبية، وأنا كوني ابن ضاحية بيروت الجنوبية قبل ما أكون وزير، أنا ابن ضاحية بيروت الجنوبية، أنا بالنسبة لنا رؤساء البلديات الأهالي بضاحية بيروت الجنوبية مستعدين يتعاونوا مع كل الأجهزة الأمنية لمصادرة كل شيء اسمه حمام وطيور من ضاحية بيروت الجنوبية. بالنسبة لنا نحن كوزارة أشغال العامة ونقل عم نقوم بدورنا على أكمل وجه. أضف إلى ذلك كمان عندنا دور نحن بموضوع الأمن على المطار بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية العاملة داخل المطار اللي هو جهاز أمن المطار، والعاملة خارج سوق المطار اللي هو قيادة الجيش والجيش اللبناني ومديرية المخابرات. الأمر وما فيه أختي العزيزة، أطلاق النار في لبنان هو عادي سيئة موجودة بكل لبنان ليس فقط حول سور المطار، ولكن ما عليك هذا الأمر يعني لا يحدث حتى اليوم بمجاهل أفريقيا. اليوم منقرب على قبرص بتجي عم تعمل لاندينج، بتكون ماشي على مساحة آمنة بأي بلد بالعالم. هذا المحيط وهذه المشاهد طبعا هي تستوجب وعي، خليني أقول من المواطن قبل من المسؤولين، لأنه في لا مسؤولية كبيرة جدا. ولكن اليوم هذا الحادث معرض أنه يتكرر كل يوم وكل صبح وكل مساء وكل ليل، ما بقى في اعتبارات، وهذا الشيء عن جد بشكل خطر. اليوم الأمريكان من زمان مقاطعيننا، ولكن نحن عم نخاطر انه كل الشركات تتقطعنا. استاذ ريف، لا لا، الجيش اللبناني ومديرية المخابرات لا مشتركين الأمر ابدا ابدا، مشتركين الأمر. الأمر لا يمكن هذا الموضوع ان نحن عم يتخذ بطريقة هيك عابرة، لا أبدا. الدوريات والجيش اللبناني اللي هي فرق الاستخبارات على مستوى المخابرات وعلى فرق وعلى مستوى الجيش اللبناني، لا هذا الموضوع اخدينه على 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 محمل من الجديه، مش من اليوم، من زمان. ولكن معليك حضرتك قلت موضوع مخابرات الجيش، موضوع حضرتك قلت انه مخابرات الجيش اوقفت اول امبارح 7 اشخاص، هل في تدابير او هل في قرار بين وزاره الداخليه ووزاره الاشغال بالتشدد بالعقوبات وباستمرار توقيف هودي الأشخاص على الأقل ليكونوا عبرة لغيرهم؟ اليوم بين رخص سلاح وتسهيل مرور وتسهيلات أمنية وكله حامل سلاح، وأصلا منفوت 24 ساعة ومنرجع منظهر، فيعني ما عليه شيء منقوس، ما عليه منحل مشكلتنا بالقواس، لأنه منعرف حالنا حنظهر بعد أقل من 24 ساعة. اليوم هل في إجراءات متشددة على الأقل بالتعامل مع المتسببين بهذا الأمر؟ هل هذا موضوع قضائي وبنود جزائية بالقضاء، يعني بالتالي هذا بيرجع لوزارة العدل إنه الحكم وكيف لازم يكون، أنا ما عندي معلومة فيه، بس أنا اللي بقدر أكده، اللي أنا بقدر أكده وأؤكد على المؤكد إنه موضوع أمن المطار هو موضوع أولوية عند كل أركان الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع بالتالي يعني لا رح نستهون، لا استهوننا فيه ولا رح نستهون فيه. هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل المعنيين بالأجهزة الأمنية على مختلف فرع المعلومات، مديرية المخابرات، الجيش اللبناني بالمباشر، كل من هو مسؤول بالأمن هذا الموضوع عم بتابعه على قدم وساق، لأنه لا يمكن أن نسمح بهذا الأمر حول المطار. نعم، معالي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، شكرا لك على ريف هذه. بس سؤال، بس خلينا بالنسبة لموضوع ريف، بس لو سمحت فضل. بالنسبة لموضوع المطار برجع بقول كابن ضاحية بيروت الجنوبية وابن هيدي المنطقة، كل حدا يطلق النار بشكل عشوائي بشكل حول المطار إلى آخره ما عليه غطى من حدا نهائيا، يحملوه وياخدوه. نعم،
شكرا لك على كل حال على هذا التوضيح. ويتوجب بطبيعة الحال رفع الغطاء عن كل الذين يتسببون بمخاطر أمنية وتحديدا مخاطر جوية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. معالي وزير الأشغال العامة والنقل دكتور علي حميد، شكرا لك على هذه المداخلة.